من بين أزقة ضاحية ارتاح جنوب طول كرم. وراء هذا الباب فقر يشارك أصحابه تفاصيل حياتهم. تسكن تهاني ذيب وأخوتها برفقة والدتهم المريضة دون معيل أو مغيث يؤمن لهم قوت يومهم. احنا عايشين وضع سيء، أبوي متوفي 10 سنين صلى، وأمي كانت معينة إلنا وأصيبت بمرض ألم بها من سنتين، من 2013 لحد الآن، وهي بحاجة إلى عناية مكثفة من ناحية الفوط والأدوية. كنت أشتغل أنا طبعا، وفجأة إني يعني قعدت في البيت لسبب أمي ومرض أمي، ولأني بقوم بمساعدتها. زهايمر وجلطة على الدماغ وصرع، وطبعا ما بتعرف ولا حدا فينا. بيت فارغ من الأثاث يكاد لا يتسع لفردين، يعيش فيه 10 أفراد بحاجة لأبسط حقوق العيش الكريم. 10 أفراد في البيت عايشين بغرفتين ومطبخ وحمام، وإحنا بحاجة إلى مساعدة. عندي 2، واحد عمره 16 سنة بيكون معي بأمي، وواحد بيشتغل طبعا متجوز بيكون بولاده، ويا دوب يعيش يعني إنه يكون بمصروف البيت. تهاني التي سلبت منها ظروف الحياة عملها لتتفرغ لخدمة والدتها التي تصارع المرض، تناشد الإنسانية لتأمين ما يلزم لعلاج والدتها، على أمل أن تنعم والدتها بلحظة شفاء ترد لها جسدها الصامت الهزيل. فيش لشؤون اجتماعية كل 4 شهور 5 شهور طبعا بيجينا 750 شيكل، فبنشتري فيها أدوية وهيك غرض واحتياجات للبيت. بطلب من الناس من أهل الخير إنهم يساعدونا ويطلعوا حالتنا وحالة أمي، وهي بحاجة إلى فوط، مش يعني مش كل يوم بيكون متوفر لديها. لابد أن نفكر بغيرنا، في قوت غيرنا، في صحتهم الجسدية، في ظروف عيشهم، لنحظى وغيرنا بفرصة العيش الكريم. لتلفزيون الفجر الجديد، تسنيم قشو. اليوم تهاني عادت لها الحياة ولوالدتها ولأشقائها 10. اليوم المبلغ الذي نقدمه عبر شاشة تلفزيون الفجر الجديد استكمالا لتقرير الزميلة تسنيم قشوع هو 5000 دينار و11 دينارا. هذه المبالغ التي ستصرف بما يستوفي احتياجات هذه العائلة من أجل رسم الابتسامة. اليوم رسمنا أملا وأعطينا أملا عبر شاشة تلفزيون الفجر الجديد. من جديد شكرا لفاعلي الخير، وشكرا لهذه الثقة التي تمنح عبر الوسطاء الذين يأتون بهذه الأموال، الذين يشاهدون كل هذه التقارير عبر الموقع الإلكتروني لتلفزيون الفجر الجديد الفجر tv.com. ننتقل وإياكم إلى تهاني ذيب لرسم هذه الشعور بعد استلامها المبلغ المادي. والله كان شعور جيد ممتاز من أجل المعيشة تبعتنا، وإحنا اليوم نشكر أهل فلسطين وأهل القطر، جزاهم الله كل خير. وطبعا هذا المبلغ راح أكون يعني إني أصرف بس لحد احتياجات أمي ولحد بس معيشتنا، يعني مش راح نكون أكثر من هيك. وشكرا لهم وجزاهم الله كل خير.